السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني هاد باور تايمر، يعني هاد التايمر هذه فيها هنا ما بين 91 ان سي نورمالي كلوز مغلوق، وما بين 5 نورمالي اوبن مفتوح، ان سي 2 و10 ان سي نورمالي كلوز مغلوق، و6 نورمالي اوبن مفتوح، و3 و11 نورمالي كلوز مغلوق، و7 نورمالي اوبن، و4 و12 نورمالي كلوز، و8 نورمالي اوبن. وهنا كاين الكوما 13 و14 13 ملف المؤقت الزمني، يعني كويل تايمر ا2 نوتر، ا2 نوتر هي 14 و ا1 للبوبينه 13 هي فاز. غندوي على بركة الله، عندنا بيس 24 فولت يعني 24 فولت غيجي غيمشي لتسعود نف، ومن هنا غيمشي لهاد السويتش يعني يفتح اون اوف كيترو كيشعل، ومن هنا غيمشي ل 13 و 0 فولت غتجي من هنا غتمشي ل 14، ومن هنا 0 فولت غتمشي لهاد ليدو ليد ريد 1 وريد 2 يعني غيجيب لهم بجوج، ومن هنا هاد الليد الحمراء الريد غتجي الخمسة، وهادي الفويون غتمشي لواحد لأن يعني هادي ريمونتازيزيا. هنا كيقلك ورك دو تايمر باور وين دو باتش بتون دو تايمر ورك دو ليد جرين باي لايت افتر a few seconds the lit 2 red b1، يعني هنا قال لك مني هاد التايمر كتورك عليها بحال هكا كتخدم كتورك عليها، قال لك ليد 1 جرين بي لايت يعني هاد البوله الخضراء كتبقى شاعله، بعد واحد بعد سكوندات افتر فيو سكوند كتطفى وكتشعل هادي كتبقى تشعل هاد الريد ريد ليد 2 يعني البولة الحمراء. غنعاود عاوتاني، قلنا الفاز قلنا بلوس 24 فولت غيجي من هنا غيمشي لنف، ومن هنا بلوس 24 فولت غيمشي سويتش اون اوف يعني مفتاح، ومن هنا غيمشي لتريز و 0 فولت غتجي من هنا غتمشي 14 14، من 14 غتمشي لهاد الفويون الاولى والثانيه، والفويون الحمراء الخضراء غتجي غتمشي لواحد، الفويون الحمراء غتجي غتمشي لخمسة 5 5، يعني فهم يعني المؤقت الزمني. هنا يعني البوبينه 13 و 14، البوبينه غنعاود عاوتاني، قلنا بليس 24 فولت غيجي من هنا غيمشي لتسعود، من هنا غيمشي لهاد المفتاح، من المفتاح غيمشي لطريز، و 0 فولت غيجي هنا 14 14، ومن هنا غتمشي لدو فويون غتأليمونطيهم بجوج غتغديهم بجوج لأن هو 0 فولت، ومن هنا هاد الفويون أو الليد انديكاتور غيجي لخمسة، والخيط ديال الليد الأخرى غيجي لواحد. هنا البوبينه هي 13 و 14، الفاز والنوتر ادو. هنا قال لك ورك دو تايمر باور وين دو باتش بوتون دو تايمر ورك، يعني ملي كتورك على هاد باتش بوتون دو ليد جرين باي لايت يعني غتكون هاد الخضره غتبقى خضره، من بعد قال لك افتر بي لايت يعني غتبقى شاعله، افتر في سكندز واحد يعني ثواني قليله دو ليد ريد باي وان يعني غتشعل غطفي هادي بعد واحد الثواني وغتشعل هادي. هادي هي التايمر باور. السلام عليكم. السلام عليكم اصدقائي، عذرا على التاخير لانني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الاشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigos, mis amigas.
perdant leur attention, esquimitongo mocho tabajo estimes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello, my friends. Excuse me for delay because I have a lot of work in this month. And I am very busy. Thank you very much for following and thanks for watching the videos. Bonjour mes amis. Excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci. Et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos. Et merci beaucoup pour vous tous.